رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ ايمن محمد الصحفي والمحلل في موقع يلا كوره. مساء الخير عليك منورنا. اهلا بك يا شيماء واهلا بكل الساده المشاهدين. عايزين نتكلم طبعا عن حاجات كتير قوي النهارده لكن الاهم اكيد لقاء امبارح النادي الاهلي مع وفاق ستيف الجزائري في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. شفت اداء النادي الاهلي ازاي امبارح؟ طبعا مبروك الاول فوز النادي الاهلي بهدفين على النادي وفاق ستيف مباراه الذهاب واقترابه بشكل كبير جدا من الوصول للمباراه النهائيه. طبعا حلم البطوله الافريقيه هي حلم جماهير النادي الاهلي واللعيبه والمدير الفني والمدير الفني ومجلس الاداره. بطوله هي الاهم والاغلى في تاريخ النادي الاهلي نظرا للظروف المحيطه بالفريق الفتره الاخيره. طبعا هتبقى اكبر رد ورد عملي على كل ما يقال بسبب المشاكل اللي دايما بتحصل سواء من حرمان الجماهير لاغراض امنيه او لاسباب امنيه او حتى من المشاكل اللي بتحصل للفريق داخل الملعب او داخل في ارض الملعب في البطولات الافريقيه المختلفه في البطوله الافريقيه في البطوله المحليه. وكان اخرها ايقاف حارس المرمى شريف اكرامي بسبب حاجه غريبه جدا يعني اشتباك مع رجل اسعاف. حاجه غريبه جدا ان تلعب مباراه الذهاب في دور الثمانيه وبيبقى دايما في اجتماع بعد كل جوله سواء في الذهاب او في الاياب ويتحصل الايقاف او يطلع قرار الايقاف مع رجال الاسعاف. يعني نسمع عن الحكام مع مثلا اللاعبين المنافسين مع يعني نسمع حاجات تانية. والمشكله انه ما عملش حاجه فعلا يعني هو كان شريف حتى لما قال على تويتر قال انه ما حصلش حاجه ده مجرد حديث عادي جدا احنا حتى ما شفناش اشتباكات في الملعب ومراقب المباراه ما قالش حاجه والحكم ما قالش حاجه فبالتالي كان قرار غريب جدا. لكن الحمد لله رب العالمين دايما بنقول مقوله الاهلي بمن حضر والحضر ودايما بنعتمد على اعداد كويس واداء كويس وشغل بدني جيد جدا وشغل فني جيد جدا. الجهاز الفني باتريس كارترون بصراحه متفوق على نفسه في الفتره الاخيره بالرغم من الاصابات الكتير جدا اللي في الفريق. طبعا بيقدر شاطر مدرب شاطر لانه هو مش بيوقف دايما عنده دايما الحلول البديله عنده دايما بدايل وعنده حلول والجميل فيه يا شيماء ان هو مش بس بيجي يجيب لعيب مكان لعيب لا هو بيحاول دايما يطلع من كل لعيب افضل ما عنده وبيخلي خطه اللعب متناغمه جدا مع طريقه اللعب بتاعه اللاعب نفسه اللي هو مثلا البديل. مثلا وليد سليمان لما بيلعب في مركز عمق الملعب او تحت راس الحربه بيختلف اسلوبه عن ناصر ماهر وبالتالي انت دايما بتطلع من كل لاعب افضل حاجه وانت بتصحح له او بتودي له المساحه اللي ممكن يبدع فيها او ينطلق فيها او يطلع فيها افضل ما عنده اللي يفيد الفريق ويفيد بيها نفسه من خلال الافكار بتاعه باتريس كارتونون. صحيح. ما نيجي نتكلم على باتريس كارتونون عايزين نتكلم على ايه الفرق ما بين 4-2-3-1 و4-4-1-1. طبعا هي بتبقى مسميات بسيطه جدا لكن بيبقى الفرق فيها كبير جدا. لما بنتكلم على 4-2-3-1 بنتكلم ان الثلاثه دول اللي هو بيبقى جناح يمين وجناح شمال وبنتكلم على صانع العاب في العمق. الحقيقه ده ما بيحصلش لان في وليد سليمان مش بيلعب نفس دور مثلا عبد الله السعيد او ناصر ماهر في النادي الاهلي قبل كده. لا وليد سليمان دايما بيتحرك حوالين وليد ازارو وبيستغل الفكره بتاعه ان دايما لما بنيجي نهاجم جناح الاهلي اسلام محارب او احمد حمودي بيرتكزوا على الخطوط وبالتالي بيبقى في معاهم ظاهرين جنب فاتحين ارض الملعب وبيبقى في قلبين دفاع موجودين مع وليد ازارو. وليد سليمان بيتحرك ناحيه في المساحه اللي ما بين قلب الدفاع وما بين الظهير سواء ناحيه اليمين او سواء ناحيه الشمال دايما بيستلم الكوره بالشورت سبرنت بتاعه بيغير اتجاهه عشان خاطر يلاقي نفسه دايما في المساحه وبالتالي بيجيد استلام الكوره وتسلمها في المساحات الضيقه. بالظبط كده. وكمان هو بيستلم دايما في المساحه في المنطقه ديت وبالتالي هو مش صانع العاب اشبه بشادو سترايكر. هو بظل مهاجم بيحاول يتحرك في كل حته بيشوف ان المساحه الفاضيه ويبتدي يجري وراها او يتحرك وراها. دور اشبه شويه بدور توماس مولر مع بايرن ميونخ لما بيلعب دايما ورا ليفاندوفسكي اللي هو دايما اللي هو الراجل الراماديتور اللي دايما بيقولوا عليه بالالماني اللي هو الراجل الباحث عن المساحات او اللي بيدور على المساحات حوالين راس الحربه. وليد سليمان اجاد جدا في الدور دوت في الفتره الاخيره. وكمان باتريس كارترون بقى واعي جدا في فكره ان هو دايما لما بيجي يستلم الكره خصوصا مع وجود هشام محمد يخلي وليد لا ما تنزلش ملعب نص الملعب كتير حتى لو بتستلم انت بتستلم نص الملعب بس عشان خاطر تعمل الباسنج جيم مع هشام محمد. لكن صناعه اللعب في الاول وفي الاخر بتحصل من خلال خط الوسط اللي هو ما بين الارتكازين حسام عاشور او هشام محمد. وده ظهر حتى كمان وده تاكيدا ان كلامنا ان وليد سليمان قراراته في العمق ما بتبقاش جيده جدا بقدر ما بتكون في الاطراف. دايما لما وليد سليمان بيبقى على الطرف دايما بيبقى خطر جدا لانه دايما بيرجع للمكان الطبيعي بتاعه اللي هو شهد تالقه منذ بدايته. باتريس كارترون اعتمد على الفكره دي حتى في مباراه حريه كوناكري لكن اجد فيها بشكل اكبر في مباراه وفاق ستيف. وفاق ستيف زي ما نقول كده ايه استهان بفكره عدم وجود جمهور للنادي الاهلي في المباراه واستغل فتره اللي ممكن ما يبقاش فيه شحن زياده وان هو لعب المباراه بشكل فيه راحه شويه فابتدى يعمل حاجه
كارثيه بالنسبه لنا، كارثيه. رشيد الطوسي عنده مشكله في خط الدفاع بتاع وفاق سطيف، وده ظهر حتى اثناء لما كان بيتمركز في الخلف امام الوداد المغربي في المغرب. رشيد الطوسي عمل ايه؟ الطوسي كان رجع او قدم الفريق بتاعه حوالي 10 ياردات على حدود منطقه الجزاء، بدل ما بيلعب على حدود منطقه الجزاء بالظبط او على خط ال 18، لا هو لعب بالفريق متقدم 10 15 ياردة. ده مهم جدا لوليد ازارو ان هو دايما كان بيستلم الكره خلف المساحات او يحاول حتى يتحرك، مع كمان تحرك وليد سليمان اللي اشرنا اليه. كمان فكره صناعه اللعب، انك انت كنت دايما بتعمل او اعتمدت على فكره احمد حمودي. احمد حمودي من ضمن اللعيبه اللي ما خدتش حظها الفترات اللي فاتت، لكن الحقيقه هو قدم مباريات اخيره ممتازه جدا من ناحيه التمركز ما بين الخطوط، كمان طريقه استلامه للكره بقت متميزه جدا، وده اللي ادى الاهلي عنصر التفوق في منطقه عمق الملعب. ما بنتكلم على هشام محمد ان هو بيعمل صناعه اللعب، في وقت من الاوقات انت ممكن يضغط عليك، لكن لما بتتمركز احمد حمودي بدل ما يلعب جناح الخطوط، احنا عارفين في جناح خط بيفضل واقف على الخط يستلم الكره من ناحيه الخط، لكن في كمان في جناح ممكن يستلم في المساحه اللي ما بين قلب الدفاع وما بين ظهير الجنب، بس في العمق شويه، مش بنتكلم زي وليد سليمان، بيدخل للعمق شويه. لما بيجي يستلم الكره دي ارسل منها اكتر من 3 عرضيات او 4 عرضيات في المباراه، جه منهم هدف وليد سليمان، جه منهم بداع التسلل في بدايه المباراه، وبالتالي كانت الفكره ناجحه جدا رغم بساطتها. دايما يا شيما في بعض كره القدم ساعات بتلجا لتعقيدات كتير جدا او افكار كتير ما بين 4-2-3-1 4-3-2-1، وفي اوقات بتحتاج الى دقه وفكره بسيطه جدا. انا استغليت انه فاق سطيف بيتقدم بالدفاع بتاعه، وبالتالي بقت منطقه عمق الملعب منطقه الجزاء بقت فاضيه تماما، ففي ثغرات، ودلوقتي بتحرك وليد سليمان بيتحرك بيزيد مع وليد ازارو، واحمد حمودي استلم في عمق المنطقه في مكان مميز جدا، وكمان عشان ان هو كان متدربين بدليل ان الكره دي اتكررت 3 أو 4 مرات في المباراه، وكمان نسبه النجاح بتاعتها كانت عاليه جدا. انك انت تحسب او انك انت تجيب هدفين منهم هدف بس كان تسلل بفرق ياردات بس بسيطه، او فرق يعني خطوات بسيطه يمكن ما تتعداش اصابع القدم الواحده اللي هي الكره بتاعت ازارو، لكن انت اجدت فيها في اكتر من كوره ونجحت فيها في التسجيل، وبالتالي ده نجاح يحسب لكارتيرون انه ارى رشيد الطوسي كويس جدا، وكمان درب لعيبته على اللعبه السهله. احنا مش هنلعب باسنج جيم ونحاول نجمع اللعب ونوديه في ناحيه ثانيه، لا احنا هنلعب فكره بسيطه. هشام محمد هيستلم الكره، وحسام عاشور هيستلم الكره، هيديها لحمودي في منطقه معينه، احمد فتحي اخر، وبالتالي حمودي هيبقى عنده المساحه الكافيه انه يتخلص من رقيبه بالمهاره ويرفع الكوره بالقدم العكسيه في قلب منطقه الجزاء. صحيح. شفت اكبر العيوب او الثغرات اللي استغلها نادي الاهلي فريقه فاق سطيف في العرضيات والاطراف مثلا؟ طبعا العرضيات، وزي ما بنتكلم المساحه اللي دايما توين لاين اللي هي ما بين الخطوط ما بين خط الدفاع وما بين خط النص، اللي هي بنتكلم على المساحه اللي تمركز فيها احمد حمودي، وفي ما بين بتوين بوزيشنز، بتوين بوزيشن يعني كل مركز في قلب دفاع وفي ظهير ايمن، في مساحه بتبقى موجوده ما بينهم. لو الجناح بتاع الاهلي، لو انا مثلا انا الجناح بتاع الاهلي انا اسلام محارب بلعب ناحيه الخط، وبالتالي انا بيجيب معايا الظهير الجنب بتاعي، وقلب الدفاع بيبقى فيه وليد ازارو، بيبقى بيراقب وليد ازارو، لما وليد سليمان بيتحرك في المساحه ديت دي طبعا نقطه ضعف كبيره جدا. طبعا لما انت بتيجي تتكلم انك انت مقدم دراردة، انت بتدي فرصه اكبر لوليد ازارو ان تظهر امكانياته في ان هو يحاول دايما يهد الدفاع، حتى لو الكره ما وصلتلوش بيبقى في سكند بول، ودي اللي كان متميز فيها جدا وليد سليمان. لما الكره بتيجي تسقط في نص الملعب او حوالي طايشه، دايما وليد سليمان بيحاول يشترك عشان خاطر ياخد الكره. طبعا زي ما احنا قلنا دور حمودي كان مهم جدا، كفايه ان احنا تلعب كمان بفكره سليف كوليبالي وايمن اشرف. ايمن اشرف طبعا احنا عارفين ان هو اي نعم هو اجاد بشكل، ان كوليبالي يعني ان هو بيتحرك لو كان دايما بيلعب مساك ناحيه الشمال ويلعب مساك ناحيه اليمين، ده شيء بيبقى في منتهى الصعوبه. في مساكين كتير جدا، على سبيل المثال مثلا جيرار بيكي، جيرار بيكي لما كان بيلعب مع برشلونه في فتره كارلوس بايول، بيب جوارديولا لجا لحل مختلف تماما عشان خاطر يتفادى غلطات جيرار بيكي اللي بيلعب دايما كان مساك ساعتها ناحيه الشمال، خلى كارلوس بايول اللي هو برغم ان هو اكبر سنا ينتقل ان هو جهه الشمال يبقى جنب اريك ابيدال، وجاب جيرار بيكي ناحيه داني الفيش عشان خاطر يحاول يتلافى عيوب جيرار بيكي في الناحيه الشمال. وبالتالي احنا لما بنيجي نتكلم حتى في ادق التفصيل، انا بلعب مساك وبلعب ورا في الدفاع لكن مكاني او المساحه اللي انا بغطيها لما بلعب ناحيه اليمين غير لما بلعب ناحيه الشمال. صحيح. طيب بعد اللقاء كارتيرون كان ليه تصريح بعد اللقاء وقال ان هو لم يدير الشوط الثاني زي ما ادار الشوط الاول. كارتيرون ده تصريحاته دايما جميله، يعني بتحترم عقل المشاهد، بتحترم الفنيين حتى اللي في ارض الملعب او حتى المحللين.
المحللين صريح جدا بيتكلم بمنتهى الصراحه وكمان بيشيل الضغوط من على لعيبته على لعيبته. هو حس ان في ضغط كبير جدا على اللعيبه واللعيبه لما تجيد تنفيذ التعليمات في الشوط الاولاني او في الشوط الثاني في بدايه الشوط الثاني هو ظهر حتى متنرفز في اكتر من كوره لان الدفاع الاهلي ابتدى يتراجع بشكل كبير خصوصا مع تحول فاق سطيف انه بقى بيلعب تقريبا 4-1-4-1 4-1-4-1 بيبقى باثنين مساندين للهجوم وبالتالي انت بتهاجم تقريبا بحوالي بنتكلم على واحد راس حربه واربعه حوالي اللي هم رباعي خط الوسط وكمان بتطلع ظهرين الجنب فانت تقريبا بتهاجم بسبع لعيب فده بيبقى شيء صعب جدا. الاهلي كان محتاج ان هو يقدر يقف على الكره او يمسك الكره عشان خاطر يطلع بيها شويه او حتى لما بتيجي يجي يستخلص الكره يكون مركز انه يديها لوليد ازارو في المساحات ويستغل المساحه اللي خلف ظهرين الجنب اللي طلعوا بتوع وفاق سطيف. كارتيرون شال الضغوط وكمان اعترف ان انا عندي كان عندي مشكله ما وانا هحاول احلها وده شيء محترم جدا. دايما المدير الفني الشاطر اللي هو ما بيكبرش او ما بيعاندش وحتى بيستفيد من الـ من الـ من الويكنس بوينت ديت دي كانت نقطه ضعف جامده جدا لكن صحيح. هو لما اعترف بيها اسكت كل الالسنه وابتدى يركز او هيبتدي يركز ان هو لا في فعلا حلول تانية ممكن يتم استخدامها عشان خاطر الموقف طبعا في مصر وانت متقدم 2-0 غير الموقف طبعا لما تبقى في الجزائر وانت بتلعب في الجزائر الضغط ده ممكن يولد اخطاء واحنا عارفين طبعا الاخطاء كتر قدم تيجي من اخطاء. وكمان هو برده من تصريحاته اللي قالها بعد المباراه لم نضمن الصعود او التاهل. ده حقيقي لانه زي ما بنتكلم نتيجه 2-0 دي نتيجه قاتله يعني احنا بنتكلم لو لا قدر الله اي هدف بيجي في اي وقت انت فانت بتتكلم على هدف يقربك من التعادل وانت تخش في دوامه بقى ضربات جزاء او حتى بعد كده هدف ثالث. طبعا الحكام في افريقيا بيبقى الموضوع برده صعب شويه ممكن بتبقى في ضربه جزاء لما تبقى النتيجه 1-0 لما تيجي ضربه جزاء مثلا في الدقيقه 80 او 85 او 90 او حتى في الوقت القاتل وياما شفناها في فرق الشمال الافريقيا صحيح. او حتى الضغط الشديد جدا بيبقى فيه بغض النظر بقى عن التحكيم بقى مثلا في ضربات الجزاء اللي احنا بنتكلم بقى بيبقى فيه شد عشان خاطر اللاعب ما بيطلعش في راس الحربه فهي راس الحربه ياخد الفرصه ان هو يهدف براسه بيبقى في ضرب في حارس المرمى بيبقى في عرقله بشكل او باخر بيبقى في فاولات كتير جدا حوالين منطقه الجزاء وانت كمان لما بتحاول تطلع بالكوره لقلب الملعب او تشن هجمات مرتده بتلاقي في ضغط من المدافعين او ضرب من المدافعين وما بتتحسبش الفاولات وبالتالي بيبقى في ظروف كتير جدا في التحكيم ضده. عشان كده زي ما وفاق سطيف كان بيهاجم الوداد المغربي في مباراه المغرب وفي كل فتره ما يستسلمش او ما يلعبش الدفاع متاخر من بدايه المباراه خصوصا ان وفاق سطيف اكتر نقطه ضعف عنده هي نقطه خط الدفاع. خط الدفاع سيء جدا حتى لما لعب برضه دفاع كومباكت او دفاع متاخر امام الوداد المغربي احنا شفنا ان ويليام جيبور اهدر اكتر من 5 فرص. يعني ويليام جيبور لو احنا بنتكلم على وليد ازارو امبارح اهدر فرصتين خطيرتين ويليام جيبور اهدر فرص اكتر واخطر واقل صعوبه بكتير من ازارو وده يدل على ايه؟ ده يدل ان دفاع وفاق سطيف ضعيف جدا او في عنده نسبه ضعف كبيره جدا انت محتاج انك انت تستغل ده كمان. وفاق سطيف يعني لو هنتكلم عن الفريق نفسه في فرق كبير جدا بينه وبين النادي الاهلي النادي سطيف ما عندوش بدايل. ده حاجه بقى تحسب لكارتيرون. احنا بنيجي نتكلم لما بنيجي نتكلم على فريق السكواد بتاعه احنا بنتكلم لغايه بدايه 7 اللي فات ما كناش بنتكلم ان حمودي ممكن يكون هو اساسي او هشام محمد يكون اساسي او يعني هم دول الاثنين الاكتر اثنين اللي هم دخلوا الفريق. كان قبليهم ميدو جابر ما كانش موجود اساسي او ما كناش متخيلين ان هو يبقى اساسي. والكل جاهز انت والكل دلوقتي جاهز. وكمان في حاجه مهمه جدا انك انت لما تيجي تلعب بالفكره وتيجي تلعب على نقطه ضعف المنافس بشكل كبير وتوضحها بشكل كبير فبتظهر انه متواضع. الناس متخيله مثلا ان وفاق سطيف ده منافس متواضع. لا يا جماعه ده هو اللي مخرج حامل اللقب الوداد المغربي ولعب مباراه كبيره جدا سواء في الرجاء او عفوا سواء في المغرب او سواء في الجزائر لعب ماتش قوي فعلا او ماتشين قويين جدا. لكن انت اسلوب لعبك واسلوب ادارتك انت جيت عند اضعف نقطه وهاجمت وفاق سطيف وصممت عليها زي الملاكم كده لما بيجي يزن الملاكم في الكورنر ويبتدي يلعب جامد عليه في البوكس او بيلعب عنده نقطه ضعف في النقطه ديت فوق او تحت فبيزود عليه فانت فبتبان ان وفاق سطيف ايه يا جماعه ده وفاق سطيف ده بقى سهل قوي. لكن انت لما تيجي تلعب وفاق سطيف او في فريق تاني يلعب وفاق سطيف تلاقي في صعوبه في الصعود انت تهدف او في صعوبه انك انت تشكل خطوره فدي حاجه تحسب للنادي الاهلي وباتريس كارتيرون اكيد. طيب كمان بقى بعد اللقاء ده كان في اكيد تصريحات للمدرب وفاق سطيف الجزائري هيقدر ان هو يقدم اداء افضل بكتير في مباراه العوده. طبيعي ان رشيد طوسي لازم هيحاول ان هو يقول تصريحات ايجابيه. وكان في كمان منشطات كل الجرايد الجزائريه احنا قادرين ان احنا نصعد او احنا قادرين ان احنا صحيح في النتيجه 2-0 برضو ما انا بقول لك النتيجه 2-0 ده بتدي امل 2-0 يا جماعه لا دي سهله بمجرد ما بتنزل المباراه او بمجرد انت ما بتدخل المباراه بس هي مش سهله
يعني هي مش سهله هي فعليا طبعا مش سهله بس امل ان يعني احنا لو قلنا ان النادي الاهلي احرز هناك هدف وحيد فساعتها وفاق السيتي محتاج ان هو يحرز اربع اهداف عشان يلعب ضربات جزاء ده لا مش فيش ضربات جزاء ساعتها بقى ساعتها. هو ساعتها هيغيب عشان يصعد ساعتها على طول بس هي الفكره دايما انك انت زي ما بنتكلم انت لا احنا هنحافظ بيبقى ده التخيل او ده بيبقى الاعداد ساعتها ان انا داخل المباراه هجيب الهدف الاول والظروف هتساعدني او الحكم هيساعدني وهجيب الجون الثاني وهقدر اعدي الاهلي هو ده دايما التخيل فنتيجه 2-0 دايما بتدي الامل غير 3-0 3-0 بيبقى الموضوع صعب كتير جدا مثال مثلا مانشستر سيتي وليفربول العام الماضي لما ليفربول كسب 3-0 السنه اللي فاتت وحتى مانشستر سيتي لما سجل هدف في مباراه العوده في ملعب الاتحاد الموضوع بقى اصبح جاب جون التعادل فاصبح مانشستر سيتي مطالب ان هو يجيب اربع اهداف تانيين عشان خاطر بس يحاول يصعد ففكره 3-0 دي بتبقى طبعا قاتله جدا عشان كده كنا نتمنى ان وليد ازارو او اسلام محارب في الكورتين اوفسايد الظالم طبعا اللي صنعه مؤمن زكريا لوليد ازارو كنا نتمنى ان احنا نشوف الهدف او كنا نوصل لنتيجه 3-0 عامل الارض والجمهور لسه ليه الهيبه الكبيره دي اللي ممكن نخاف منها للاهلي او للجيل بتاع الاهلي حتى الحالي كمان الجيل الحالي طبعا في الخبرات بتنتقل شيئا فشيئا للعيبه بس طبعا بتاثر يعني لما بنيجي نتكلم على اسلام محارب الموضوع بالنسبه له صعب حتى وليد ازارو برغم ان هو لعب السنه اللي فاتت برضو الموضوع كان صعب شفنا وليد ازارو في اياب الوداد لما بنتكلم في فرصه مثلا في اول 10 دقائق كان سهل جدا في قلب الست يارده وما سجلهاش وما كانش مقدم اداء جيد في مباراه الاياب امام الوداد المغربي طبعا عمل ارض والجمهور بيأثر حتى على التحكيم لانك انت بتلعب تحت ضغط وتحت شد تحت ضغوط فانت دايما الضغط ده بيقل امتى انك انت تلعب كره كويسه انك انت تلعب دايما تنقل الكره كتير على الارض او انك انت تحاول تهدد مرمى المنافس وبالتالي حماس الجماهير كده كده بيفطر صحيح عن اخطر لاعب في فريق وفاق سيتي في الجزائر بوجل مونا اكرم جنيت وعبد المؤمن جابو دول اكتر ثلاث لعيبه اللي هم كانوا مؤثرين في وفاق سطيف انا بس انا هو الفكره بالنسبه لي في وفاق سطيف اكتر حاجه بالنسبه لي بتقلقني انا الكرات العرضيه او الكرات الثابته الكرات الثابته هم مميزين فيها جدا اعتقد ان هم يعني متميزين وانت عندك كمان مشكله في موضوع الدفاع او في الارتكاز اللي موجود يكون ارتكاز الدفاع احنا محتاجين عمر السوليه ان شاء الله يكون جاهز في المباراه دي لان المباراه دي لا تحتمل وجود هشام محمد بجوار حسام عاشور كمان اصابه علي معلول الخبر السيء طبعا ان هو في منشا العضله الشامه واصابه في عضلات اسفل البطن اللي هتحتاج حوالي شهرين فمعنى كده ان الادوار الحاسمه سواء اياب السيمي فاينل او مباراتين الذهاب والاياب بتوع الفاينل ان شاء الله باذن الله يلحق وان شاء الله يكون موجود معنا في كاس العالم للانديه لكن كمان الفكره انك انت محتاج سعد سمير في المباراه زي دي عشان خاطر الطول ينتقل لمركز الظهير الايسر عشان خاطر صبري رحيل كمان بعيد جدا الفترات اللي فاتت وبالتالي انت محتاج ايمن اشرف يكون موجود محتاج سعد سمير يكون موجود محتاج عمرو السوليه يكون موجود محتاج اللعيبه اللي تقدر اللي الواجبات الدفاعيه عندهم يكونوا اقوياء بدنيا عشان خاطر يقدروا يواجهوا عنصر السن وعنصر القوه والسرعه اللي موجود عند وفاق سطيف اللي كان متميز فيه جدا يعني حتى هم كانوا بيرهقوا جدا الوداد المغربي بعنصر السرعه حتى لما كان الوداد بيهاجمات المتدل لوفاق سطيف كانت بتبقى صعبه جدا. صحيح طيب بمناسبه بقى الكلام عن مشاكل التحكيم في مباراه امبارح مباراه النادي الاهلي وفاق سطيف الجزائري في نص نهائي دوري ابطال افريقيا المباراه اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين نظيفين معانا دلوقتي كابتن سمير عثمان الحكم الدولي سابق مساء الفل على حضرتك. مساء النور يا كابتن سيما زي حضرتك. منورنا. منورك منورك مستمتع بحضرتك ادائك الراقي الجميل ربنا يخليك لا والله جود لك دايما يا رب ان شاء الله. ميرسي جدا يا كابتن سمير، كابتن سمير عايزين نعرف من حضرتك تحليلك للاداء التحكيمي لمباراه امس. بصي هقول لحضرتك حاجه طبعا مباراه امس طبعا الفاينل على طول دي لازم يبقى حكام من الاليت اي اللي هم بتوع افريقيا اللي هو الحكم بتاع امبارح ده من ضمن الاليت اي وده شارك في المونديك حكم رابع بس. ولو مش شارك في اي مباراه كحكم ساحه. امبارح الميزه اللي فيه كانت حاجه واحده بس اللياقه البدنيه بتاعته عاليه جدا جدا وبس برضه مش قادر برضه يستغلها التوظيف الجيد يعني لو واحد حكم عنده اللياقه البدنيه دي كان ممكن يستغلها توظيف افضل لو فنياته عاليه. بس في النهايه الحكم اقدر اقيمه من حاجتين شخصيته كويسه في الملعب لم بعض المواقف اللي ممكن يحصل فيها بعض الاشتباكات بنقلها من بدري بس هي النقطة الثانية أنا بقيم الحكم برضه لو عنده مشاكل في منطقة الجزاء نجح فيها تماما خاصة أما فريق وفاق سطيف في الشوط الثاني كان بيطالب بلمسات يد ما كانتش موجودة خالص بس أقدر أقيم بقى مساعد مين الحكم هم اللي ما كانوش على مستوى كده كان في امبارح هدف سليم طبعا برضه ما أستاذ أيمن لسه قايل لحضرتك الهدف صحيح اللي أحرزه أزارو وكان في تسلل غير موجود تماما لمؤمن طبعا دي حاجه طبعا
بتاثر على اداء الحكم ككل، طاقم الحكام، وتاثر بره نتيجه المباراه، لان هدف تلغيه مش هدف تعليم تلغيه ده ياثر جدا على نتيجه المباراه، رغم قوانين من شوطين، شوط بيبقى في ارضك والشوط الثاني بيبقى في البلد الثاني. صحيح. انما كاجمالي هو نجح بالمباراه، بس اكتر حاجه طبعا سيئه هو كان مساعد الحكام اللي كانوا معاه. بعيدا بقى عن التحكيم، كابتن سمير عثمان شايف او متوقع لقاء نتيجه اللقاء القادم ان شاء الله هتكون عامله ازاي؟ هو ان شاء الله باذن الله هيبقى مباراه قويه، بس اعتقد ان شاء الله النادي الاهلي المصري ان شاء الله يعبر بنتيجه ايجابيه، واتوقع انه ممكن يجيب هدف هناك هيريحه قوي قوي، خاصه لو جابه في الشوط الاولاني. وانا من اللي انا اتفرجت عليه، لا النادي الاهلي فارق عن وفاق السيف الجزائري. وكان امبارح ممكن النتيجه تخلص بسكور، يعني بغض النظر عن الهدف اللي اتلغى التسلل، انما في كور ثانيه كان ممكن النادي الاهلي يجيبها. شكرا ليك كابتن سمير عثمان الحكم الدولي السابق، نورتنا في الكلام في الميديا. طبعا النادي الاهلي امبارح كان عنده اكتر من فرصه ضايعه ولم تترجم لهدف في الشباك. الاهدار الفرص الضايعه دوت دايما بيقلن، خصوصا في ماتشات افريقيا. دايما اللعيبه بتبقى محتاجه، اللي بيميز مثلا فريق زي مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا ايه؟ مش مهم مين بيسجل اهداف، المهم ان دايما الفريق بيسجل. حتى دايما بتلاقي مثلا دي برايم بيسجل، سيلفا بيسجل، برناردو سيلفا بيسجل، محرز بيسجل، ستيرلينج بيسجل، مع امرار الافضل للعيب مين المتواجد في قلب منطقه الجزاء ومين الاقرب للشباك. دايما ما دام انت رايح ناحيه منطقه الجزاء وانت جاي من مركز الجناح، لكن في واحد متواجد في العمق لازم تديله في العمق، لان هو الوضع التشريحي بتاع كوره وليد ازارو اللي ضاعت. لا دي بالنسبه لوليد ازارو، دي بالنسبه لوليد ازارو دي كارثه بالنسبه لازارو طبعا. دي مستمره معاه من الموسم الماضي ومن ظهوره، ان ازارو الكوره لما بتقف تحت رجله، يعني بنشوف التكنيك بتاع الكوره، بص يعني الشمال التكنيك بتاع الكوره لما تبقى قدام تحت رجلك بالظبط، انت ما بتعرفش تشوطها بشكل قوي، لازم الكوره تبقى قدامك سنه صغيره عشان خاطر تحاول تصاوب. والموضوع كان سهل جدا، انت يعني بسن الجهاز هتيجي، او حتى لو بوش رجلك هتروح، او حتى لو يعني كان في خيارات كتير جدا بصراحه. للاسف ازارو يعني حتى مش مدينا فرصه في الكوره دي تحديدا، لانه اختار أسوأ اختيار. بس احنا خلينا نرجع بازارو من بدايه ما جه النادي الاهلي، وكان الاول بنطلق عليه ان هو بطله نفسه، وفي الاخر يعني اسكت كل الالسنه وقال ان هو ده الهداف بتاع الدوري. لا احنا عايزين نبقى منطقيين. احنا اوكي وليد ازارو لعيب كويس جدا وبيهد الدفاعات وبيعمل مجهود بدني عظيم جدا جدا، والاهلي فعلا بيستفيد منه، لكن نيجي نتكلم ان وليد ازارو بقت لمسته فنيه عاليه جدا في احراز الاهداف، لا ده مش حقيقي، ده مش حقيقي يعني، وده ما حصلش. يعني انت تتكلم برضو في الكوره يعني بتمشي معاك فتره، لكن في الكنترولر بره منطقه الجزاء ده بيبان. يعني انت لو انت لعيب لمسته فعلا قويه على الكرة في المساحات الضيقة أو حتى في المساحات الواسعة، لا أزارو بياخد الكرة وبيجري، لكن طول ما بيبقى اللعب في مساحة فده طبعا حتى ده مش عيب. يعني احنا بنتكلم مثلا على فيليبو إنزاجي، واحد من أعظم رؤوس الحربة اللي جم في العالم وجم في إيسي ميلان. فيليبو إنزاجي كان أريجو ساكي بيقول عليه حاجة ظريفة جدا، يقول لك أريجو فيليبو إنزاجي لا يعرف شيئا عن كرة القدم لكنه يعرف تسجيل الأهداف. يعني هو ما بيعرفش حاجه، هو ده ريجو ساكي. يعني احنا مش بنتكلم، مش ايمن اللي بيتكلم، لا ده ريجو ساكي لواحد من اكتر او من اهم المطورين في عالم كره القدم في فتره الثمانينات وبدايه التسعينات. فانت بتيجي تتكلم على فيليبو انزاجي، هو فيليبو انزاجي بيعرف يسجل وبيعرف ياخد مكان صح. طبعا مع ده كان يعني فيليبو انزاجي مثلا ما كانش بيقف في الاوفسايد الا نادرا، لكن كمان فيليبو انزاجي كان برضو بيضيع كرات كتير. فهي الفكره انك انت مش لاعب كره قدم، مش محتاج منك انك تريبلر، وده مش عيب. في لعيبه ممكن يكون في لاعب قوي جدا بدنيا زي بانسي مثلا بتاع النادي المصري، او مثلا في روس حرب التشي، هو راس حربه قوي بدنيا بيقدر وطويل وفت جامد جدا، فبيقدر يعمل جامب، بيعرف يسجل من كرات عرضيه. برضو وليد ازارو بيرهق الدفاعات في فكره، يعني في خلق الفرص دي كلها. لكن كمان انت مش معنى كده انك انت بتخلق فرص او انك انت بتهدف لازم الدفاعات لازم تسجل ده الاهداف. صحيح. او على الاقل لان انت يعني تركز في الفينش بتاعك. يعني الكره باد لك اللي كان في الكرات بتاعت ضربه الراس، وليد ازارو اتحسن في ضربه الراس بالمناسبه برضه. يعني وليد ازارو لما نيجي نتكلم على مستوى اللعب بضربات الراس اتحسن، فده شيء كويس. لكن كمان فكره اللمسه الواحده، وكمان حتى المدافع الحارس المهم ازارو لما نيجي نتكلم في تحليل اداء، انا لو انا محلل اداء للنادي وفاق ستيف وهاجي هدي نصيحه للحارس، بقول له هقول له لو وليد ازارو جه عليك بانفراد ما تطلعش، سيبه هو اللي يتصرف، لكن لما سهل الموضوع على ازارو، فازارو لازم يقرا ده، انك انت لما شايف الحارس مش بيتحرك هو خلاص واخد وضع الثبات ومش واخد في دماغه ان هو يطلع، فانت لازم تسدد بقوه بوش رجلك في زاويه معينه. طيب امس في النادي الاهلي
وليد سليمان. يعني وليد سليمان بلا ادنى منازع، ومعاه احمد حمودي عشان خاطر ما اغفلش احمد حمودي، لان احمد حمودي كمان كان بعيد خالص ودلوقتي بقى موجود وموجود بقوه. كنت مثلا بلوم كارتيرون، او حاجه الوحيده اللي لومت فيها كارتيرون ان هو خرج حمودي اول تغيير، الا لو حمودي غير قادر على اكمال اللقاء بدنيا، لكن حمودي كان واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي امس. وصحح كان نزل اكرم توفيق، انا كنت متخيل، لان كانت المشكله على الاهلي في الشوط الثاني كانت الجبهه الشمال اللي كان فيها اسلام محارب، فاسلام محارب راح الناحيه الثانيه، ولما نزل مؤمن زكريا الموضوع اتعدل شويه. لكن لو ما فيش اصابه بدنيه او ما فيش اجمالا ان حمودي يكمل المباراه، خصوصا ان كمان كان امبارح في حاجه حلوه جدا. الاهلي امبارح احنا بنتكلم على الحكم الاثيوبي، ان او الاهلي ما خدش انذارات امبارح، ده كانت حاجه مهمه. الناس كانت بتتكلم برضو ان الالتحامات في خط النص ما كانتش قويه، ليه ياخد الكوره في كل التحام؟ انا بحاول ان انا اوجه اللاعب لمنطقه لعب معينه، يعني الكوره مثلا عند حسام عاشور، لو انت او حسام عاشور موجود عندك مع اللاعب، فهو بيضغط عليه لغايه ما انت بتنتقل الكوره من عندي، ساعتها هشام بيكون مستعد ان هو ياخد الكوره. وكمان حمودي كان بيبقى مرحل للعمق، عشان كده كانت لعيبه الوسط نادي وفاق الصيف كانت دايما بتمشي بالعرض. اول ما بتمشي بالعرض في واحد، يعني في واحد او اثنين هيقدروا، استحامات قليله جدا من لعيبه وسط الاهلي، وكمان اجاد فيها حمودي، يعني اجاد في الدور الدفاعي الخاص بفكره الترحيل، اللي هي الفكره بدل ما انا افضل واقف قدام احمد فتحي، لا ده انا كنت كمان بضم كتالت في عمق الملعب او كارتكاز في عمق الملعب لو الهجمه ناحيه الشمال اللي هي ناحيه علي معلول. صحيح. هل تتوقع تغييرات على طريقه لعبه في المباراه القادمه ان شاء الله، مباراه العوده في الصيف؟ هو على حسب الاوراق المتاحه، برضو احنا بنتكلم على الاوراق المتاحه، بنتكلم كمان عن وجود اصابات جديده طبعا. فاحنا بنتكلم، احنا بنتكلم عمرو السوليه، نتمنى ان عمرو السوليه، انا بيتهيالي ان علي معلول خلاص، يعني معلول للاسف خلاص مش هي، ما اعتقدش ان هو هيلحق. صحيح. خالص، يعني الموضوع هيبقى صعب جدا او مستحيل يعني علميا. احنا بنتكلم ان احنا محتاجين سعد سمير، محتاجين عمرو السوليه، الاثنين دول مهمين جدا جدا في المباراه. نتمنى ان مؤمن زكريا ذاكرته الفنيه والبدنيه، لان وجود مؤمن زكريا في المباراه دي، في مباراه العوده، في مباراه الاياب، مؤمن زكريا من اللعيبه القويه جدا فنيا في الجزء الدفاعي كمان، فانت محتاج في المباراه ديت ان يبقى ايمن اشرف لما هيضم في عمق الملعب او في عمق منطقه الجزاء كثالث اثناء القاق ستيف، فانت محتاج ان يبقى لاعب قوي جدا دفاعيا زي مؤمن زكريا يقدر يدافع على الخطوط. برضو لو ميدو جابر موجود برضو هتبقى شيء كويس جدا، هيبقى شيء كويس ان انت كمان تقفل الجبهه قدام احمد فتحي. انا بتكلم مع كارتيرون، انا اسالك السؤال ده، تقول ايه الكارتيرون قبل اللقاء العام؟ انا اتمنى ان كارتيرون يبقى يلعب باكرم توفيق، لان انت محتاج جهد بدني كبير جدا. مش هيقدر عليه واحد مثلا برضو عمره فتره طويله ممكن ما يكونش جاهز بدنيا ب 100%، فانت محتاج واحد ثالث في عمق الملعب، فانت محتاج اكرم توفيق، محتاج عصام عاشور، محتاج عمرو السوليه، وبالتالي انت بتفرغ طريقه اللعب ال 4-3-3. فانت لما تيجي تلعبها 4-3-3 او 4-3-2-1، فانت بتزود عمق الملعب اكتر وبتدي فرصه للاطراف انها اثناء الهجمات المرتده تشن هجمات مرتده. نتمنى كمان ان صلاح محسن يكون موجود، لان هذه الورقه الرابحه، هتبقى الورقه الرابحه الوحيده في دكه البدلاء. حاجه مهمه جدا، الناس عشان خاطر برضو بتسال احنا امتى ممكن نلعب بصلاح محسن مع وليد ازارو. طبعا ده شيء الامثل للاهلي، بس انا تفهمت في الفتره الاخيره فكره باتريس كارتيرون ان انت دايما بتدفع بالورقه البديله دي في وقت كان الدفاعات دايما بتاعت المنافس دايما بتنهار بدنيا امام سرعه ازارو وقوه ازارو. صحيح. وبالتالي انت بتنزل صلاح محسن فبتجهز تماما على المنافس. صحيح. فدي حاجه ورقه امتياز، وطبعا بيبقى مهم جدا ان انت وانت معاك التشكيل بتاعك او القوام بتاعك لازم يكون عندك اوراق رابحه فعليه تقدر تسجل. طيب خليني اسالك برضو على اللقاء القادم، لقاء العوده في سطيف، الارض النجيله هتاثر قد ايه سلبا على النادي الاهلي؟ يعني هو الاهلي لعب عليها قبل كده، لعب في النجيل الصناعي ده قبل كده، طبعا هي بتاثر جامد جدا في فكره الكره مش بتمشي بشكل طبيعي. عشان كده بنتكلم دايما انت مش محتاج تحضير كتير، عشان كده بنقول التمريرات الطويله لوليد ازارو خلف الدفاعات دي هتكون مهمه جدا. الجمهور والملعب وقرب الملعب، احنا شفنا حتى النادي المصري عمل مباراه جيده، لما انت دايما بتستغل الدفع ساعات الشحن الجماهيري او التشجيع الجماهيري الزايد عن اللزوم بيعمل نتيجه عكسيه، ده عمل كده مع اتحاد العاصمه قدام النادي المصري. فانت لازم وهم بيهاجموا، انت كمان كره القدم اربع مراحل، دفاع وتحول من الدفاع للهجوم، وهجوم وتحول من الهجوم الى الدفاع، لازم تعمل الاربع مراحل مظبوطين عشان خاطر تقدم مباراه مثاليه. لازم الاهلي لما يقطع الكوره او لما ياخد الكوره ما يبتديش يلعب او يباصي كتير جدا، لا انت لازم تحاول تكون عندك باترن معين او نمط معين او شكل رسم معين انك انت تيجي تستغل، زي ما كابتن سمير عثمان قال لو انت سجلت هدف في الشوط الاول، زي ما انت اشرتي قبل كده انك انت لو جبت هدف طبعا الموضوع هيبقى صعب جدا على انك انت تسجل اربع اهداف في مرمى الاهلي. صحيح. طيب عايزين برضو نرجع لورا شويه بقى، اللي اتطبقت على النادي الاهلي طبعا في مباراه هورايا كوناكري الغيني في اللقاء الاخير.
هي العقوبات الخاصة طبعا بالهتافات اللي حصلت من قبل الجماهير. طبعا لوائح الاتحاد الافريقي او التعديلات اللي قيلت انها موجوده في الاجنده بتاعت الاتحاد الافريقي او في التعديلات قرارات الاتحاد الافريقي بعدم التعرض لمؤسسه عامه او لكيان عام. الغريب بس ان الحاجات دي كلها يعني كانت تظهر او كانت تتسرب لصحيفه سعوديه قبل اعلانها في مصر او قبل اعلانها رسميا من قبل الاتحاد الافريقي، وده بس اللي اشار او اللي خلى فيه مشاكل واثقين في جمهور الاهلي. وكان ده ان كان ده احنا بنرفض دايما السباب لاي حد او المشاكل او نعمل مشاكل مع اي حد استنادا لتقاليد النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي واحترامه لنفسه واحترامه لجماهيره. فاحنا بنناشد الجماهير او بنطلب من الجماهير انها تهتم بالفريق، لان الفريق طبعا مؤثر جدا جدا، واحنا شفنا مدى قوه الفريق او مدى قوه الجماهير مع الفريق لما بييجوا يلتحموا مع بعض. وبعدين الاستعانه باعضاء النادي الاهلي، وانا عضو في النادي الاهلي، مش زي ابدا جمهور النادي الاهلي، الموضوع مختلف. السوشيال ميديا وبعض الشخصيات الاعلاميه اللي ليها علاقه بالميديا وليها علاقه بما يدور خلف الكواليس اشاروا ان في بعض الاشخاص دي معلومات انا مش عارف انها مؤكده ولا لا، عشان برضه اكون سليم او اكون كلامي سليم. المعلومات كانت بتقول ان في بعض الاشخاص بتبحث على عدد كبير جدا من التذاكر بشكل مبالغ فيه، يعني بنتكلم على 500 تذكره على 600، وبالتالي الكلام ده كان ممكن يشير ان في مشكله او في كمين ممكن يحصل لجماهير الاهلي او صحيح. اي حد لتوريط لجماهير النادي الاهلي كده. في حاجه هم مش هيعملوها اصلا. واحنا احترمنا جدا مجلس الاداره عندنا في النادي الاهلي او في مجلس اداره النادي الاهلي صحيح. ان هو خايف على الجماهير وناشد بشكل او باخر ان احنا يا جماعه احنا هنروح هنعمل ده بس. وكان وجود الجماهير او وجود مجلس الاداره في قلب الملعب كان تاكيد عشان خاطر كمان حتى يطمن على الوضع من بره كان عامل ازاي. فاحنا طبعا يهمنا أكيد. زي البطوله ما هي مهمه، بس سلامه الجماهير اهم، سلامه اي بني ادم او اي مشجع لاي نادي او اي انسان. احنا شفنا قد ايه كان دور الجمهور مهم جدا في مباراه هورايا كوناكري الغيني في صعود النادي الاهلي وتخطيط اللاعب الاول هو الجمهور طبعا. وبرده زي ما المهم جدا انك انت تحافظ على اللعيبه بتاعتك وعلى الجهاز الفني بتاعتك وعلى الجهاز الطبي وعلى المنظومه الكامله، انت كمان لازم تحافظ على الجماهير بتاعتك صحيح. وبالتالي كل الكلام او كل الاقاويل، وباكد تاني الكلام ده كله انا مش متاكد منه او معلومات قيلت على السوشيال ميديا بشكل مكثف، لكن الواقع انها او الواقع لما بنيجي نترجم ده مع الواقع، لا كان في تشكيلات صعبه جدا عسكريه، وكان حكم دار العاصمه تاد السلام، وكان الموضوع كان صعب جدا يعني كان فعلا كان الموضوع باين ان في حاجه غير طبيعيه. وبالتالي انت حاولت تحافظ على الجمهور وقلت لا اللي هيدخل ارض الاستاد او صحيح. المدرجات هيكون معروف هويته وهيستاد. فانت حاولت تحافظ على الجمهور وكمان يعني حاولت وكمان تتلافى ان يكون في اي عقوبات اخرى على النادي الاهلي. ده حقيقي وان شاء الله باذن الله احنا نتوقع ان شاء الله ان الازمه دي لا يكون الفريق مع جمهوره في مباراه الذهاب الفاينل افريقيا ان شاء الله باذن الله في 2 نوفمبر. صحيح. طيب سالنا الجمهور من امبارح للنهارده على السوشيال ميديا، قلنا لهم ايه رايكم في نتيجه مباراه النادي الاهلي وفاق سطيف، ومين هو رجل المباراه او افضل لاعب في اللقاء. سريعا كده نروح نشوف الجمهور قال لنا ايه من الفيسبوك. محمد الشافعي قال لنا نتيجه كويسه جدا، كل التوفيق ان شاء الله في اللقاء القادم، وافضل لاعب الحاوي اكيد وليد سليمان طبعا. كمان عمرو جمال بيقول اولا الحمد لله على المكسب، بس كنا محتاجين جول او اتنين كمان عشان نلعب هناك مرتاحين شويه، التسعة اهلاويه ان شاء الله. ادهم حسين بيقول الحمد لله على المكسب، ازهر هيسجل هناك ان شاء الله، ورجل المباراه هو كوليبالي. احمد محمد بيقول نتيجه كويسه لكن كانت ممكن تكون احسن، تكون كويسه جدا بس الحمد لله على المكسب، احسن لاعب كوليبالي. فهد عصام بيقول نتيجه كويسه الحمد لله، بس اللعيبه ضيعت فرص كتير سهله، الحمد لله على المكسب وافضل لاعب وليد سليمان. محمد بيقول نتيجه ممتازه وهنكسب في الجزائر ان شاء الله، وافضل لاعب وليد سليمان. علي السيد بيقول نتيجه رائعه وكانت في الامكان افضل من ذلك. علي بوتريكا بيقول الحمد لله اولا، ثم ده الطبيعي لفريق لا يقبل الا بالمركز الاول، اما افضل لاعب فهو كارتيرون. احمد ابو العيله بيقول مساء الخير، نتيجه جيده وان شاء الله الاهلي هيكسب في سطيف، وافضل لاعب هو وليد سليمان. محمد خالد بيقول مكسب جيد في ظل غياب الجماهير، افضل لاعب هو وليد سليمان طبعا. نروح لتويتر سريعا، محمد خليل بيقول نتيجه ما تطمنش، وافضل لاعب وليد سليمان، الحمد لله على الفوز. حماده بيقول من وجهه نظري النتيجه مقبوله الى حد ما، ولكن لم تكن هذه النتيجه التي ينتظرها جمهور النادي الكبير، ولكن دي اراده ربنا، وباذن الله في ماتش العوده وعلى ارضهم تغلبوهم زي ما عودتونا يا ابطال. زيزو بيقول نتيجه فيها امل كبير، احسن لاعب وليد سليمان. عصام هريدي بيقول نتيجه جيده،
كانت ممكن تكون أفضل من كده لولا حالة الإجهاد اللي ظهر، وده طبيعي نتيجة تعاقب المباريات وما فيش فترات راحة، ودي ضريبة النادي الأهلي. كل الفرق ريحت إلا هو بس، إن شاء الله فرحتنا بكأس البطولة الأفريقية هتنسينا كل التعب. محمد خالد بيقول نتيجة ممتازة، وليد سليمان هو رجل المباراة وإن شاء الله نعمل نتيجة حلوة في الجزائر. حسن عبد الكريم بيقول أفضل لاعب في المباراة كوليبالي ومحارب وليد سليمان، ومباراة كانت رائعة برغم غياب الجمهور وإن شاء الله المكسب في العودة. أسماء بتقول هي نتيجة جيدة ولكن كان بالإمكان أن تكون 3-4 بسهولة جدا. رجل المباراة وليد سليمان. محمد بيقول النتيجة ممتازة، نجم المباراة. مش عارف الصراحة حدد وليد ولا أزارو ولا محارب ولا أيمن أشرف ولا هشام عاشور الشناوي مؤمن حمودي كوليبالي فتحي أكرم صلاح محسن، مش عارف بجد احدد كل دول نجوم الماتش. عصام بيقول نتيجه كويسه بالنسبه للاصابات والغيابات، افضل لاعب في المباراه الحاوي وليد سليمان. وليد كانت مباراه ممتعه والنتيجه جيده بس كان ناقص ازارو يجيب جول وان شاء الله هيسجل في العوده. شفت انت طبعا اراء الجمهور كلهم متخوفين وقلقانين شويه من النتيجه، كانوا شايفين النادي الاهلي طبعا كان يقدر ان هو يسجل نتيجه افضل عشان تكون مريحه في المباراه القادمه ومباراه العوده في الجزائر. وطبعا كلهم ما اختلفوش على ان وليد سليمان هو رجل المباراه يجيب عادي كوليبالي، طبعا بحسب الاجابات اللي وصلت لنا عن طريق الفيسبوك وعن طريق تويتر. خلينا نبعد عن النادي الاهلي بقى ونروح للمنتخب الوطني الاول. من ايام عرفنا القائمه اللي ضمت يمكن اثنين لعيبه بس جداد على قائمه المنتخب الوطني الاول، يمكن محمد ابو جبل من سموحه كحارس مرمى وده لاعب جديد، وكمان مين من محمد هاني من الاهلي الشناوي، احمد علي من المقاولين صحيح، هم دول يمكن احمد علي وابو جبل هم بس الاثنين الجداد بالظبط كده. طبعا اختيارات اجيري في بعض اللعيبه او برضو عشان خاطر الجماهير تبقى عارفه، هي الفكره دايما انا وليد سليمان عشان خاطر بس نتكلم تحديدا على فكره وليد سليمان. لما نيجي نشوف التكتيك بتاع خافير اجيري هنشوف هل اللعيبه اللي هو بيضمها ملائمه ليه ولا مش ملائمه ليه. طبعا في اختيارات غريبه، يعني مثلا اختيار محمد هاني، هو بيختار محمد هاني لان هو شايف ظهير ايمن، شايف احمد المحمدي هو الظهير الايمن الاساسي، وانت شايف ان في واحد صغير مثلا زي محمد هاني برغم ان هو ما بيلعبش فانت بتاخده. ده نفس الفكره مثلا انك انت لما بتيجي تستعين بلاعب، يمكن هو كان في تصريحاته بيتكلم عن معدل الاعمار الصغير، هو محتاج لعيبه بمعدل اعمار اصغر عشان ينافس في 2022. ده حقيقي، ده حقيقي، ولازم برضو نبقى متفقين عشان خاطر مثلا يعني مثلا وليد سليمان يستحق انه ينضم للمنتخب، مفيش خلاف، لكن هي الفكره ان احنا نتكلم على وليد سليمان هل هيكون موجود في 2022؟ هي دي النقطه. طيب هل وليد سليمان موجود او يقدر يؤدي لك مثلا دور ما لغايه 2020 او لغايه 2020 لغايه البطوله او 2019 اللي هي بطوله كاس افريقيا، هل انت فعلا محتاجه؟ هنا بقى نقول ليه بقى، لان خفير اجيري لما بيجي يعتمد او لما جه يعتمد على طريقه 4-3-3 ولما بتيجي تتحول او اثناء بناء الهجمه بتتحول الى 3-4-3 هو معتمد على الاجنحه ان هي بتضم حوالين راس الحربه. يعني زي ما احنا قلنا دلوقتي ان وليد ازارو كان بيلعب وراه وليد سليمان وبيتحرك حواليه خلف المساحات، هو برضو بيعمل نفس الدور ده، بيخلي تريزيجيه وبيخلي محمد صلاح ينطلقوا حوالين مروان محسن عشان خاطر ياخدوا الكور، وبيخلي أظهرة الجنب تتحول إلى أجنحة، وبيخلي واحد زي علي غزال مثلا ينزل ما بين قلبين الدفاع وبيفضل في العمق طارق حامد ومحمد النني. طيب لما نيجي نشوف ان لما فريق النيجر برغم ان هو فريق متواضع جدا لما جه ضغط على مصر في الشوط الثاني اضطر انه يلعب بطريقه او يحاول الطريقه ل 4-2-3-1 او 4-3-3 وطلع علي غزال ونزل عمرو ورد. المهم بقى او الشيفتنج او الاضافه اللي ممكن تتعمل في الوقت ده واللي تخلي الفريق قوي جدا دفاعيا ومتزن هجوميا وتستفيد بتريزيجيه وتستفيد بوليد سليمان باعتبار انك انت ما عندكش الا تريزيجيه ووليد سليمان الافضل في مصر، وكمان برضه عشان خاطر نكون محقين اسلام عيسى واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في المركز ده، فانت محتاج ان تريزيجيه هو اللي يضم العمق الملعب او اللي هو اللي يكون ثالث مع طارق حامد ومحمد النني، ووليد سليمان يعمل نفس الدور او الدور الجناح الشمال، يبقى محمد صلاح يمين ووليد سليمان شمال لحين دخول اسلام عيسى، لحين انك انت حتى تعدي المرحله ديت، لانك انت في بعض الاوقات محتاج يعني بعض الخبرات البسيطه. لكن انا شايف لو هو خفير اجيري شايف ان لا ان انا بفكر اكتر في 2022 انا مش هختلف معاه في عدم صحيح. اختيار وليد سليمان برغم ان هو يستحق وبقرر ان هو يستحق بادائه الممتاز جدا، لكن الفكره انك انت
في عامل السن او انك انت اختياراتك للمنتخب ساعات ما بتبقاش عامل السن بيقف قدامك. وبرده حصل ده قبل كده مثلا مع روماريو مع يان فيليب سكولاري في كاس العالم 2002، وكانت كل الجماهير بتطالب فيليب سكولاري ان هو ياخد روماريو. روماريو كان مقدم ساعتها اداء مذهل جدا، لكن صحيح. الاختيارات وعشان خاطر عامل السن دايما المدير الفني بيبقى ليهم وجهه نظر. برده مش عامل السن قوي لان احمد علي برده سنه مش صغير. دي بقى اللي هي بقى دي بقى اللي بيترد عليه، يعني انت بتيجي تتكلم بتتكلم على احمد علي 32 سنه، وانك انت بتتكلم مثلا على كوكا وبتتكلم على صلاح محسن ومروان محسن. مروان محسن انت مثلا ما لعبش من ساعتها، فانت ليه بتضمه؟ انت لازم برضو تدي يمكن برضو يمكن منطقية. كان رد كابتن هاني رمزي على الموضوع ده بالذات، قال لما يبقى فيه قصور في مركز معين فمش هنبص بقى لعامل السن. لا ما هو انت لما انت عندك قصور، انت عندك احمد علي زي ما احنا اتكلمنا، انت عندك احمد علي وعندك حسام باول. انت لو بتتكلم بقى انت بتتكلم نفس الموضوع، يعني بتتكلمش صلاح امين وصلاح امين فبالظبط كل دول لاعبين، وعندك صلاح محسن. يعني انت عندك اهم ورقه هي صلاح محسن. صلاح محسن حتى فنيا يفيد جدا جدا خطه اجيري اكتر من مروان واكتر من اي لاعب موجود في مصر، لان هو محتاج لاعب برضو يجري كتير جدا ويلاقي محمد صلاح او وليد سليمان او تريزيجيه يلموا الكره من وراه ويحاولوا يسجلوا اهداف. صحيح. شكرا جدا ليك استاذ ايمن محمد الصحفي والمحلل في موقع يلا كره، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. ميرسي جدا يا شيماء، كنت سعيد جدا كنت موجود معاكي، وبشكر كل الساده المشاهدين. بشكر حضرتك مره ثانيه. شكرا، اشوفكم باذن الله بكره الساعه 5 في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.